مساء الخير على أهلي وحبايبي أهل مصر، مصر المكسورة لكن بتحاول تضحك، مصر اللي بقت أضحوكة للعالم، مصر اللي شبابها بيموت وأهلها قربوا يموتوا من الجوع والعطش، مصر اللي بيقولوا عليها كشفت كتفها وعرت ظهرها. كلامي النهاردة لأهل مصر، مصر اللي بقت في آخر ديول الأمم، مصر اللي بقالهاش مكانة. كلامي لشباب مصر، محدش هيحرر بلدنا غيرنا. شباب، ما ينفعش تستنى جماعة تحررك أو حزب. كل المطلوب إن احنا كنا بننزل الشوارع بدون تنظيم، مش عارفين رايحين فين، مفيش قائد، مفيش هدف، أحيانا مفيش عدد. المطلوب منك تكون بس 7 أفراد بنفس تفكيرك، بنفس إيمانك ببلدهم، بنفس رغبتهم في حرية وطنهم. 7 أفراد واثق فيهم ثقة تامة، من أقرب أصحابك، أصدقائك، كمان من مكانك، جيرانك حواليك أو تقدر تتقابله بسهولة، عشان نبدأ حركة، نبدأ بتكوين أول خلية ثورية هي أنت. الأفراد 7 اللي أنت هتجمعهم اسمهم الخلية الثورية. الجسم الكبير عبارة عن مجموعة خلايا. ابدأ، ما تستناش حد يبدأ. كون مجموعة من 7 أفراد وبعتلي، قول لي تم. اوعى تديني اسمك أو بياناتك أو أي تفاصيل عنك، مجرد كونت 7 ابعتلي وقول لي تم، واسم منطقتك بالتقريب، قريب منها أو حواليها أو مكان تقدر توصل له، علشان لما تتكون أجزاء من الجسم نبقى عارفين هنروح فين. مش مستعجلين، افتكر إن أنت والسبعة أغلى ما في الثورة. لما هنتحرك لازم نكون واثقين إن كلنا في أمان، حتى لو في وقت في التضحية نكون عارفين احنا فين ورايحين فين.